أهلا بكم. طقس مستقر لازال هو الغالب والمهيمن على أجواء المملكة والسواقة. مديرية الأرصاد بعد زوال يوم مرور بعد السحب منخفضة بالسواحل الشمالية والوسطى، وستهب رياح نسبيا قوية بالمناطق الوسطى وتطاير رمال محتمل بالأقاليم الجنوبية، وجو سيكون مشمس بمعظم المناطق. وخلال الليل ستظهر سحب منخفضة كثيفة وضباب قرب السواحل الشمالية والوسطى مع قطرات مطرية ضعيفة محتملة، وستتكون ما يعرف بالجريحة بالأطلس وبالهضاب العليا الشرقية. غدا صباحا سحب منخفضة وضباب منتظر قرب السواحل الشمالية، وسماء ستكون صافية بباقي أرجاء المملكة. بالنسبة لدرجات الحرارة فستصل بعد زوال اليوم إلى 15 درجة بفرنسا، 16 متوقعة بالرشيدية، 17 بورزازات و 29 درجة بكل من الداخلة والقويرة. غدا صباحا ستسجل درجة واحدة بفرنسا، 8 بوجدة وفاس، 10 بالعاصمة الرباط و 11 درجة بالدار البيضاء. يوم الخميس سيكون الطقس مستقر وبارد بالأطلس وبمنطقة الشرق، والسهب رياح قوية نوعا ما بالأقاليم الصحراوية ووسط البلاد. يوم الجمعة قطرات مطرية محتملة خلال المساء بالواجهة المتوسطية، ورياح قوية متوقعة بشمال الأقاليم الصحراوية وأيضا بالمناطق الوسطى. نتعرف الآن على مواقيت طلوع وغروب الشمس ثم طلوع وأفول القمر بمدينة الدار البيضاء. وبسبب الانخفاض في درجات الحرارة يكثر الإقبال على وسائل التدفئة وهي متنوعة، فمنها الكهربائية وهي الأكثر شيوعا نظرا لانخفاض ثمنها، إلا أنها من أشد أدوات التدفئة خطورة، من الممكن أن يسبب تماس كهربائي حريقا لا قدر الله، إضافة لخطورة وضع الملابس عليها بغية تجفيفها، وهي ليست الوحيدة الأكثر خطورة، فمدفأة الغاز قد تسبب اختناقا أو حريقا، وتبقى المدفاة الأكثر أمانا تلك التي تعمل بالزيت رغم أنها كهربائية لكن تبقى دون مخاطر على الأطفال أو الصحة. بمعلوماتنا من نشرة الطقس، دمتم في حفظ الله ورعايته.